طيب نيجي بقى للزغلول الكبير زي ما بيقولوا، فاوتشي. انا يمكن بقالي مده ما جبت سيرته، بس سيرته طلعت تاني، هنعمل له ايه؟ فاوتشي مدير المعهد الوطني للامراض المعديه في امريكا، خلال شهادته ذكر ادلى بها امام الكونجرس لمستشار اللجنه الفرعيه المختاره المعنيه بجائحه فيروس كورونا، قال: لا اتذكر قراءه اي شيء يدعم ارتداء الاطفال للكمامات او حتى غيابهم عن المدارس من شانه يمنع فيروس كورونا. يا راجل، لهو احنا اشترينا كل الكمامات دي وانت ما قلتش؟ لهو احنا كنا بنشوفها على الباب ما ينفعش نخش غير لما نكون لابسينها وانت ما كنتش قلت؟ والمسافات اللي كنتوا لازقينها لنا على الارض ما كانش ليها اساس صحي ولا يعني اساس علمي؟ طلع فنكوش زي ما بيقولوا. نشوف الفيديو سوا ونشوف التسريب بالمكالمة الصوتية بتاعته ونرجع نجيب نكمل كلامنا عن فاوتشي. تفضلوا. You inspired and created fear through mass mandates, school closures, vaccine mandates that have destroyed the American people's trust in our public health institution. Once people feel empowered and protected legally, you are going to have schools, universities, and colleges are going to say, you want to come to this college, buddy? You're going to get vaccinated. Lady, you're going to get vaccinated. Yeah. Big corporation. Shame on you. ده حقيقي. يعني انتوا قلبتوا حياة الناس كلها. احنا كنا بنخاف نسلم على بعض. كنا بنخاف نزور بعض. الولاد اللي صغيرين في سنين من عمرهم راحت في التعليم. يعني انت عندك مشكلة في الليفل بتاع التعليم دلوقتي في امريكا، في العالم كله. الولاد اللي لسه كانت داخله المدرسه دي وما دخلتش بيتفاجئوا، يعني ايه مدرسه دي؟ ما مش عارفين. قلبتوا حياه الناس كلها. الوحيده اللي عملت اللي ما مشيتش وراكوا كانت فلوريدا. كانت ماشيه بدماغها. وما لا قفلت ولا غيره، في محلات قفلت. انت يعني زي ما بنقول كده قبل الميلاد وبعد الميلاد، احنا هنا بنقول قبل كورونا وبعد كورونا. الخدمه ما بقتش زي الاول. كفاءة الناس اللي بتشتغل ما بقتش زي الأول. كفاءة الطلاب في المدرسة ما بقتش زي الأول. في ناس اتعودت إنها ما تروحش. في ناس اتعودت إنها ما تروحش الكنيسة بسبب الأمر ده. خايفة تتناول. خايفة تبوس إيد أبونا. خايفة تبوس الصورة أو تعمل أي حاجة من الحاجات اللي كانت بتعملها. خوف. حطيته جوه الناس الخوف. لا ومش كده وبس. انت منعتني ان انا امارس حياتي غير لما اكون واخده الفاكسين. وساعتها كنا بنقول لكم بلاش الولاد، بلاش الاطفال، لانكم كنتوا مصرين ان الاطفال تاخد الفاكسين، مش هيروح المدرسه غير اذا خد الفاكسين، مش هيلعب كوره او يلعب اي اكتيفيتيز الا اذا اخد الفاكسين. مش هيسافر ويتفسح غير اذا اخد الفاكسين. واوبس الفاكسين طلع فيه مشكله، اوبس مش كله. اوبس لسه بنجرب فيه. اوبس اوبس اوبس. الله يسامحكم. ومش كده وبس، طبعا الجمهوريين قلبين عليه الترابيزه، وبقى له مده طبعا بيتسال في من الجمهوريين وتوعدوا بفتح تحقيقات موسعه معاه، الا ان في عضو من الكونجرس من الجمهوريين يعني جابت له بقى صور وجابت له حاجات ومش ناويه تسيبه في حاله. نشوف الفيديو سوا. I represent science. Do you represent science, Mr. Fauci? I am a scientist who uses the scientific method to gain information. Yes, you said you represent science. Do you represent science, Mr. Fauci? Yes or no? Yes or no? No, that's not a yes or no. Yes, it's... طبعا بعد المدة دي كلها وبعد التحيات هيظهر حاجات كتير. في حاجات كتير هنعرفها وفي حاجات مش هنعرفها. في حاجات هتتقال والناس كلها تعرفها وفي حاجات اكيد ما اتقالتش، في حاجات في ورا البيبان زي ما بيقولوا يعني. فاوتشي لو تفتكروا كان يعني كل يوم طالع، يعني احنا كنا بنخاف نفتح الحنفيه ينزل لنا فاوتشي في كل يوم. وكان بيطلع يعني كما لو ان العالم كله محوره فاوتشي والكلام اللي بيقوله. 6 مليون شخص فقدوا حياتهم بسبب الفيروس ده اللي نام. انتوا عملتوا فينا ايه؟ نام قوي. هو جه ازاي؟ هو جه ازاي؟ هيكون مكانه السجن زي ما هي بتقول؟ مش عارفين يعني. ده بقى الفتره اللي جايه دي حاجات هنعرفها.
ارتفعت نسبة انتشار المتغير KP3 الجديدة على مستوى البلاد حسب ما قدرت CDC يوم الجمعة، مما يجعلها الآن السلالة السائدة للفيروس على مستوى البلاد، حيث ارتفعت زيارات غرف الطوارئ لكورونا في الأسابيع الأخيرة لجميع الأعمار. يعني خلي بالكم، يعني دور البرد اللي كان بيجي لنا زمان والإنفلونزا والحاجات دي وارد انها تيجي في اي وقت على فكرة، الا ان بقى بتوع الفاكسين طلعوا لنا كده فايزر وموديرنا وقالوا ده الفاكسين بيعالج ده، ما هو اسم الفاكسين الناس نامت شوية فعايزين يرفعوه تاني، يطلع لك حاجة تاني. وارد لما تقعد مع الناس انها تطلع سلالات جديدة مش هنفضل نجري وراها، ده وارد جدا، احنا ما دورناش ورا الانفلونزا زمان وكانت بتيجي متحور. يعني انا افتكر دكتور كنت بتكلم معاه بقول له طب انا ممكن ادي الانفلونزا الفلو يعني للولاد، قال لي انت هتديهم اني فاكسين من ايه ولا من ايه، يعني من اني واحد فيهم، ضد اي واحد فيهم. فالكلمة دي ترن عندك دلوقتي قصاد ده ولا ده، هياخد لايه في دول يعني.